مرحبا بموقع أصوات. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. السؤال اللي كيطرح، واش الناس اللي كيكون عندهم مشاكل في الكليتين واش يصوموا ولا ما يصوموش؟ هذا السؤال كيطرح سنويا، فين ما كيجي الشهر الكريم ولا كيجيو المرضى ولا اللي عندهم الأقارب ولا كيسولوا واش يصوموا هاد الناس ولا ما يصوموش. نصائح توجيهات نقدر نقول، خصنا نفرقوا بين القصور الكلوي الحاد والقصور الكلوي المزمن والمشاكل اللي كتكون في الكليتين. نبداو بالتعفنات، التعفنات في المسالك البوليه اللي كيكون تعفن حاد في المسالك البوليه، هذوك الناس راه ما كيخصهمش يصوموا، كيخصو يبقى يشرب الماء بكثره وياخذ الادويه وخصو عنده استشاره طبيه، خصو حتى كيدوز هذيك المرحله ديال التعفن عاد يقدر يصوم. المرضى اللي كيعانيو مشاكل حاصه في المسالك البوليه، كيكون عندهم انسدادات في المسالك البوليه، خصو حتى يترفع داك الانسداد وتقاد المجرى ديال الكليتين عاد يقدر يصوم. كاينين شي امراض باطنيه اللي كيكونوا كياثروا على الكليتين، ضروري خصو من استشاره طبيه باش يشوف واش يقدر يصوم ولا ما يقدرش يصوم. المرضى اللي كيكون عندهم مشاكل في الكليتين، كيكون ماشي قصور كلوي ولكن مرض في الكليتين، هاد المرضى كيخصهم يشوفوا المريض ديالهم، الطبيب ديالهم عفوا الطبيب ديالهم واحد ثلاثة ولا أربعة سيمانات قبل الشهر الكريم، هو باش يعطيهم نصائح لأن ضروري خصها تكون استشارة طبية. المرضى اللي كيكون عندهم قصور كلوي، المقطع كتعرفوا القصور الكلوي راه فيه عده مراحل، المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، كل مرحله عندها الحميه ديالها والتوجيهات ديالها والادويه ديالها. في المرحله الاولى الثانيه الثالثه كيقدروا يصوموا ولكن دائما استشاره طبيه، المرحله الرابعه والمرحله الخامسه حتى الدياليز على حسب، كاين بعض الحالات اللي يقدر المريض يصوم ولكن اكثر الحالات ما خصوش يصوم، لان الى الصوم هنا كتبدا المخاوف والمخاطر، كخصو استشاره طبيه. استشاره طبيه اش كيعطي النصائح، اش كيعطي الحميه، الادويه اللي كخصو ياخذ، يعني ضروري كنرجع كنقول استشاره طبيه. في المرضى اللي كيكون عندهم قصور كلوي ولكن كان القصور الكلوي الحاد، القصور الكلوي الحاد راه ما كيخصوش يصوم المريض، كيخصو حتى حقاش كتكون هي مرحله عابره، ملي كيتفوت هذه المرحله العابره ديك الساعه المريض ديال القصور الكلوي الحاد تترجعوا الكليتين للوظيفه ديالهم الطبيعيه، عاد ديك الساعه المريض ديال القصور الكلوي يقدر يصوم، ولكن ذاك المرحله ما خصوش يصوم ويبقى كيشوف مع الطبيب ديالو اللي متبع الحالة ديالو. ملي تيكون القصور الكلوي المزمن وكيكونوا كيعانيو من تصفية أو دياليز أو دياليز بيريتونيال، ضروري يشوفوا المريض ديالهم، حنا كنصحوهم باش ما يصوموش، ولكن كاينين بعض المرضى اللي كتكون الحالة ديالهم مستقرة، هذوك المرضى اللي كتكون الحالة ديالهم مستقرة تيقول لك أنا نهار اللي ما كنجيش ندير تصفية راه ما كنصومش، راه كنصوم عفوا راه كنصوم، يقدر يصوم ولكن دائما كخصو يبقى الطبيب ديالو مراقبو، ولكن ملي كتكون الحاله ديالو مستعصيه ما كخصوش يصوم. وكتعرفوا بان اغلبيه ديال المرضى اللي كيعانيو من الدياليز او التصفيه او ديال سبيريتونيال او الزرع تكونوا ناتجين على داء السكري، وداء السكري في هذه المرحله ديال القصور الكلوي ضروري من ماده الانسولين في اغلب الحالات، هذاك المريض راه ما كخصوش يصوم. عندنا من 40 حتى 45% ديال الناس اللي عندهم قصور كلوي راه كيكونوا ناتج على السبب الرئيسي ديال القصور الكلوي ديالهم هو داء السكري، هذوك ما كيخصهمش يصوموا. كيجي في الدرجه في المرتبه الثانيه الضغط الدموي، تكون الضغط الدموي مرتفع وكيكون الانسان كيخضع لعمليه تصفيه كيخصو ياخذ الادويه ديالو كيخذها بانتظام، خصو الحميه ديالو، هذاك المريض كنصحو حتى هو ما كيخصوش يصوم. كاين بعض الامراض الباطنيه اللي كي المريض كيخصو ياخذ الدواء ديالو ما خصوش يصوم، يعني كل حاله بحاله، وكنرجع وتنقول ضروري خصم استشارات طبيه. المرضى القصور الكلوي اللي كيكونوا داروا زرزرعه الكلي
هذوك المرضى في كخصهم ياخذوا الدواء ديالهم بواحد الصفه منتظمه، كيراعيو الوقت ديال الاخذ ديال الادويه ديالهم، يعني يكون 12 ساعه كخصو ياخذ الادويه ديالو. السنه الاولى كنقولوا ليه ما تصومش، لان يقدر يتلف داك العضو، خصو تستقر الزرعه ديال الكلي، كيفوت المرحله السنه الاولى، ديك الساعه يقدر يصوم. اي هو خصو يقاد المواعيد ديال الاخذ ديال الادويه ديالو. هادو هما النصائح اللي غادي نقدر نقول للناس ديال القصور، المرض القصور الكلوي. ولكن كنرجع كنأكد بأن المريض ديال اللي كيعاني من مشاكل في الكليتين تكون حادة ولا مزمنة، ولا ما يكونش قصور كلوي غير مرض في الكليتين، ما يكونش فشل كلوي، مرض في الكليتين ضروري 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 تعفنات ولا حصى ولا ضروري خصو يشوف الطبيب المختص اللي متبع الحاله ديالو، باش ولا تقدر يعطي الاستشاره ويعطي الادويه اللي يقدر ياخذها. لان كنت نتبعو حاله بحاله. كتعرفوا هذه السنه الثانيه اللي كيجي رمضان في هاد الظروف ديال جائحه كورونا، اللي كنقدر انا كطبيبه نوجه نصائح للمغاربه انهم يبقاو يراعيوا الوسائل الاحترازيه لي جيست باغيير، وميمشوش للاجتماعات التجمعات بلاصه اللي فيها الزحام، يبقى متر ونص وجوج متر بين الشخص والشخص، يبقى داير الكمامه ديالو، النظافه، هاد الوسائل الوقائيه خصنا نبقاو في هاد الشهر الكريم. تعرفوا نحن المغاربه كنبغوا نتجمعوا في رمضان، ولكن هاد في الظروف الجائحه احسن يبقوا نتجنبوا هاد التجمعات وازدحام في الاسواق، ولا في يعني في المنزل ديالنا. يعني كنصحهم انهم يتجنبوا هذا الشيء، ويراعيوا لي جيست باغيير، ويحافظوا ما امكن على السلامه ديالهم، لان هذا الوباء راه وباء خطير وكينتشر بسرعه. يعني ويتبعوا النصائح اللي كتعطيها وزارة الصحة عبر وسائل الإعلام، وكتعطيها السلطات المحلية. يعني ضروري ضروري نبقاو متجنبين، وكناخذوا بهذه النصائح اللي كتعطيها الوزارة دائما لي جيست باغيير، نبقاو محتفظين عليهم حتى يترفع علينا بإذن الله هذا الوباء. وكل عام وأنتم ألف خير ورمضان كريم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.